تحيات سام الزراير المعادي وماذا نرى هذا السهم الذي ما زال يتداول بقوه فوق مستويات ال 6 جنيه و60 قرش لحد مستويات السبعه جنيه ودي مستويات مهمه جدا واعتقد اي تراجع ليها هيكون فرصه شرائيه طالما فضلنا محافظين عليه لو احنا جوه السهم احنا بدانا دوره سريعة من مستويات ال 4 جنيه ونص تقريبا عملنا موجه وصححناها وعملنا موجه للموجه الثالثه وصحناها شكل اي بي سي وكان تصحيح سيمبل قوي لان الموجه الثانيه كانت معقده وما زلنا في الموجه الخامسه اللي ما زالت ليها المزيد من الاهداف. طيب بمنتهى البساطه انا عندي موجه انتهت وصححت كمان هاخد منها اهدافي. طيب هاخد القمه اللي تشكلوا عندي من المستويات دي وابحث عن مستويات ال 261 فيبو الى مستويات ال 200 فيبو. هلاقي الهدف الاول بالنسبه لي 10 جنيه و وده بالنسبه لي اهم هدف على الدوره السعريه حاليا. والهدف الثاني هيكون عند مستويات ال11 جنيه اللي انا هجني عنده ارباحي لو الموجه جت ممتده ولكن احنا هنراقب جيدا مستويات ال10 جنيه و20 قرش وده بالنسبه لنا اهم هدف. طبعا ممكن نجني ارباحنا عند مستويات ال9 جنيه و70 قرش ومع اي تراجع نبتدي نعزز تاني وما زال للسهم اهداف صادية ليه؟ لو احنا لاحظنا هنلاقي ان احنا عملنا ده كله كان واحد صحنا على شكل اي بي سي 2 وحاليا مستلمين في الموجه الثالثه اللي اتوقع انها ممكن توصل لحد مستويات ال 200 فيبو كمان وبعد كده هنتظر اي تراجع وبعد كده اعزز لمستويات ال 11 جنيه. طيب ده بالنسبه لنا للخطوه الحاليه ان انا عندي هدف مهم جدا عندي مستويات ال 10 جنيه وعندي هدف اخر عندي مستويات ال 11 جنيه وده الهدف اللي يعني لو تالق السهم هنعمله. طيب بعد كده المفروض هيحصل ايه؟ بعد كده اكون عملت 1 2 3 4 5 هنتظر تصحيح على شكل اي بي سي وبعد كده اخد موجة اطول واعنف منها وما زال السمع أهداف سعودية كبير ولكن حاليا احنا ممكن نجني ارباحنا عند مستويات ال جنيه الى مستويات ال11 جنيه وبعد كده ننتظر تراجع جيد وبعد كده نستهدف الشراء باستهداف موجة جديدة واهداف كبيرة وبالتوفيق